حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. ما تبصليش بعين رضية، بص على السلوبيت اللي عليا. ما تجيب حاجة لله يا حضرتك. حاجة ايه يا عم؟ أنا والمدام وابني عيانين ومرضانين وحالتنا طين. الولد عنده حصبة. يا ساتر يا رب. والمدام عندها سكر. ربنا يشفيها. وانت عندك ايه؟ لا انا ما عنديش حاجه لسه الحمد لله، بس موصي على بلهاريسيا جاياني بعد يومين. امسك جنيه اهو. لا جنيه يعمل ايه يا حضره؟ جنيه يعمل ايه؟ شايف الادويه اللي هجيبها قد ايه؟ كل دي روجيتا. 220 دواء و92 حقنه. لا حول ولا قوه الا بالله. امسك 10 جنيه يا عم. شكرين يا اصيل، يا ابن الاصول، يا طبيب، يا ابن الطبول. خلي بالك في زبون صعق هناك بسك عليه. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. النهاردة هشرح لك الأسلوب الثاني من أساليب الشهادة الحديثة. كل آذان صاغية، تفضل يا بروفيسور. الأسلوب الثاني للشهادة المودرن هو أسلوب مناديل الورق. يعني تشيل علبة مناديل وتنك باصص على اي عربيه اخر موديل، تستظرف منظرها وتنك رايح مغتت على اللي راكبها، وتصمم انك انت تبيع له علبه المناديل. طب وهستفيد ايه ما دام ابيع له مناديل انا اساسا شاريها ودافع ثمنها؟ يا سيدي ما انت هتبيعها له بضعف الثمن. يعني انت شاريها مثلا بجنيه، هتبيعها له باتنين، جنيه ليك وجنيه ثمن العلبه. طب وافرض رفض انه يشتري؟ وانت لو غتنت على الزبون مظبوط وغلست مظبوط لا يمكن هيرفض. المهم يا ايوب تغتت، تغلس، تغلس جامد قوي. هيحصل. علب مناديل ورق، علب مناديل ورق، مناديل طازه بتنشف العرق. حدش عاوز؟ ايه؟ تاخد علبة مناديل؟ مش عايز. خد واحدة وخليك جدع. قلت لك لا مش عايز. ما انت هتاخد يعني هتاخد. وعافية ولا ايه؟ لا مش عافية، هي مسألة ذوق يا راجل يا اللي كلك ذوق. افرض حبيت تعطس، بدل ما تعطس في وش المدام، اعطس في المنديل. المدام بتاعتي يا عم وتحب عطسيتي. طب خلاص خد علبة للمدام بقى. هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ خد علبة للمدام علشان حضرتك المدام لو عايزة تعيط عليك قريب. تعيط تمسح في ايه؟ انا ما شفتش بياع زيك تبت ولا رزل بالتباتة دي. ما انت هتاخد علبة، هتاخد علبة اما هفضل واقف اغلس عليك. هات يا عم. بكام دي؟ باتنين جنيه ونص. ده في المحلات بجنيه. ما انا لو هاخد منك جنيه هكسب ايه؟ هات بقى 2 جنيه ونص وخليك جدع اما هفضل واقف اغلس عليك التوقيه. خد يا عم 5 جنيه. ايه؟ شاكرين، سلام عليكم. ما تجيب الباقي يا عم. لا باقي ايه؟ مفيش باقي، يا اما هفضل واقف اغلس عليك انت وهي، فاهم؟ مناديل ورق طازه، مناديل ورق. يا حول الله يا رب.